إيتي بالعربي يعرض كواليس اليوم الأول من Stars on Board. نحن عطول بحاجة لطاقة إيجابية، ونحن هلأ بأمس الحاجة لهذه الطاقة الإيجابية. وهذه كانت الأجواء اللي أضافتها نانسي على مسرح Stars on Board بالليلة الأولى في أنطاليا، واللي قدمت خلالها عدد من أغاني ألبومها الجديد مثل جاي معك. كلنا محمسين، وانا شفت قديش كلهم ناطرين حفلتك. انت قد ايه محمسه؟ انا كثير محمسه مثل العاده، وهذه تجربه مش اول مره بشارك بستارز اون بورد، وهي عودتنا دائما، هي كلها حياه وكلها فرح وكلها نشاطات حلوه، ويعني ما انا غريبه على صديقنا يوسف حرب، دائما عنده هيدا الطبع المرح وكله انرجي هيك بوزيتيف، فدائما بيعمل اشياء حلوه. والخوف اللي كان مسيطر على نانسي قبل ما تطلع جمهورها ما كانت ظاهره ابدا بالانرجي اللي شفناها منها على المسرح. نانسي، شو بتقولي لكل محبينك عبر اي تي قبل ما تفوتي على المسرح بدقيقه؟ خايفانة؟ بعدك بتخافي؟ أكثر. واختارت نانسي لهاليوم فستان بيبي بينك مميز بالريش عن منطقة الصدر من تصميم إلي صعب. حضر حالي، ما بيكفي؟ حضر تاريخي كله وحاضري، بس مستقبلي بعدين غير شيء. فعلا، فقدم راغب عدد من الأغاني مزج فيهم بين الهيتس الجديدة والقديمة مثل الحب الكبير اللي باعنا مش بالكلام وغيرها. بظل هالظروف الصعبة اللي عم بيعيشها العالم بانتشار كورونا، كيف كان الإقبال على الحفلات هذه السنة أستاذ يوسف؟ أكيد واجهنا صعوبة والكل عم يواجه صعوبة، لكن الناس خلص ما بقى فيها تتحمل، الناس بدها تظهر، بدها تروح، بدها تشوف، يعني هذا البانداميك اللي عم تصير خلص فيري سون إن شاء الله رح تمرق، والناس بدها، العالم بدها ترجع على طبيعتها، الدنيا بدها ترجع على طبيعتها. أكيد الإقبال حلو، نحن راضيين عن الإقبال، مش متوقعين يجينا أكثر من ما نحن متصورين، انه كمان خاصة هلا انطاليا اتس نيو بليس لنا، سو ان شاء الله السنة الجاية واللي بعدها رح نعمل بدل 1 ايفنت رح نعمل 2 و3، عندنا كذا لوكيشن اوريدي حاجزينهم، ان شاء الله رح يشوفوا اشي حلوة منا. وهاليوم ما كان بس لاحياء الحفلات، انما كان اطلقت Stars on Board تطبيق كونكت اللي بيشارك الجمهور عدد كبير من الاخبار الحصرية، وحتى بيأمن التواصل بين الفانز والستارز. كونكت قررنا نحن نعملها لانش، هي مونيتايزد ابلكيشن باي Stars on Board، اللي حابب يعملها داونلود ويشوف الفيتشرز اللي عليها رح ينبسط فيها كتير. الكل فيه يستفيد منها، إن كان سيلبرتي ولا ستارز ولا بروفيشنال، دكتورز، لويرز، سينجرز، anybody will be benefiting from this application. بقى الأحسن أنه أنا مش أنا أشرح عنها، أنتوا تعطوني رأيكم فيها وتقولوا لي اب حلوه ولا لا. كونكت فيري سمبلي ان اب فور بيبل لما يكون عندهم تايم اند سكيلز، يعني سكيلز، سواء كان سيلبرتي او انفلونسر، عنده كاستمر بيس، دي وونت جنريت ماني فروم ذيس بيس، اس سمبل از ذات. كيف الجمهور اليوم بيقدر يشترك بهاي الابلكيشن، وشو ممكن يشوف عليها بقلبها، يعني شو هي الاشياء الاساسيه الموجوده فيها؟ صار كثير حلو. كونكت هو عباره عن ان ابلكيشن او بلاتفورم، في كذا سيرفيس بيستخدم من اليوزرز تو انترتين اند جنريت ماني اند انتراكت اون ا برايفت 1 تو 1 مع هالفنان او مع هالسليبرتي او هالانفلونسر. في اشياء كثيره في بالاب، مثل مثلا اكسكلوسيف كونتنت نيفر سين بيفور، لايف تي في، عليه لايف تي في وير يو كان سي اول ذا ابيسودز اللي جنريتد اخر 10 15 ييرز باي Stars on Board نيفر برودكاستد اون اير. هيدي وحده من الاشياء الفيري اكسكلوسيف. اما مسؤوليه تقديم النجوم بهاليوم فوقعت على نور الدين وليدي روزا. هي بتقدم رغب علام وانا بقدم نانسي. ودي ار ستارز، يعني مهما تتكلم ومهما تكتب قليل بحقهم، ف على قد ما احنا اني متوتره تو بي اونست، بس
على قد ما توتر على مستانس. انا وايد مستانس فرحان. يا انا متشوقه كثير كثير انه اشوفهم الناس الجمهور الفرحه من بعد الكورونا. وي نيد ات وي ترولي نيد ات. وكان كمان لبرواز حسين بيرفورمانس مميزه قدمت خلالها اغاني باكثر من لغه. برواز اليوم خبرينا عن مشاركتك بستارز اون بورد، شو محضره؟ محضره كم غنيه كرديه وتركيه وعربيه. قد ايه هيك متحمسه لتجربه ستارز اون بورد؟ كثير، يعني فرحت كثير هاي السنه شاركت ستارز اون بورد. والاكيد حضر هاليوم عدد من النجوم مثل ديما الاسدي اللي اختارت فستان اخضر نسقت معه ايرينجز ضخمه. قد ايه مبسوطه هيك ومتحمسه لتحضريهم؟ كلش، هاي اول حفله لي بعد من سنتين بعد الكورونا هو. فكلش كلش كلش متحمسه يعني، ومتاكده الاجواء حتكون حنولعها لي. بعدك خايفه من كورونا؟ لا بالأول كنت، هسه خلص يعني اتأقلمت، صار بارت من حياتنا ونعرف شلون نتعامل وياه والله يحفظنا. لكن هلأ صارت ديما بالخوف من الواتر اكتيفيتيز. أريد أشوف أنطاليا لأنه هاي أول مرة أزور مدينة أنطاليا، مو أول مرة أجي تركيا بس أول مرة أشوف أنطاليا، فحابة أشوف المدينة، حابة خبروني أنه أكو هواية اكتيفيتيز تشالنجز. طبعا أنا مو كل شوية السباحة، فالله يستر من الواتر اكتيفيتيز بس ليتس سي. فعلا الله يستر، فيبدو أن نور الدين وروزا عانوا كثير. جانب انه انتم اليوم عم بتقدموا النجوم كمان مشاركين بستارز اون بورد، عم تتسلوا خبرنا. والله عم نتسلى كثير اليوم، البنانا بوت عملت عمايله فيكم منتو. اليوم شربنا نص مي البحر تو بي اونست. بسم الله مبينه هاديه وانوثه. يعني هاديه بالواقع بس اون سوشيال ميديا نو اون ذا كاميرا نو. انت ما شفت شو صار داخل المي، لو شفت شو صار داخل البحر بتعرف انها هي بلا شوي هاديه لانه بلعت مي البحر كله ببطنها. أما ذا هناوي فاميلي فهذه سفرتهم الأولى بعد ولادة ابنهم عبودي، ويبدو أنهم فعلا مستمتعين وهالشي شفناه على السوشيال ميديا. لهلا أجواء كتير حلوة، يعني صلنا يومين activities بتعقد، الجو بأنطاليا كتير حلو، وستارز أون بورد ومع الجروب اللي معنا عن جد كتير مبسوطين. can't wait for the show، يعني ختامها مسك مثل ما بيقولوا. هيدا هو وجودك لحاله هو اللي بيحل كل شيء. ما كان هيك عم بقول تحت الهواء بس. لا لا مش بالعكس. لا بس very excited عن جد لليوم و thank you for having us. ومبسوطين صراحة مع الجروب كله، everyone is very fun. اليوم عملتوا activities رح نشوفهم later on على stars on board، كيف كانوا هيك؟ خبرونا عن الفيدباك تبعكم، قد ايه كنتوا خيفانين ولا مش خيفانين؟ أنا ما كنت خيفانة كتير، كنت متحمسة بس في حدا كان خيفان شوي. شو عم تحكي ما بعرف. لا عن جد عن شو عم تحكي ما بعرف. مش بالبحر، لا انه عندي مثل فوبيا صغيره من الشاركس، بس عدا عن هيك لا بالعكس انبسطنا. وين حيشوفوا هن هلا على التي في كله وكيف كان؟ ما حاحكي كثير، ما حافضى بس احضروا وشوفوا.